بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يوم الدين. وبعد، حياكم الله أخوان المشاهدين ومشاهدات في حلقة جديدة من حلقات تربية الأمم القادمة، ولازلنا نتكلم عن إسهامات المسلمين والعلماء، سواء علماء الدين أو علماء الطب أو غيرهم من العلماء الذين أسهموا في حضارات العالم الإسلامي وحضارات العالم الغربي والشرقي الأوروبي وغيرهم من الدول التي استفادت من هذا الدين ومن حضارة هذا الدين الإسلامي العريق. وتكلمنا عن الجانب الطبي في حلقات، ومنزلة الأطباء المسلمين، وكيف أنهم نفعوا العالم بأسره في تجاربهم وفي مؤلفاتهم وفي تطبيقاتهم وفي أعمالهم، وكيف استفاد منهم القاصي والداني. تكلمنا عن الطبيب ابن سينا، وأخذنا جملة في الحلقات الماضية عنه وعن اكتشافاته وعلاجاته، وكنا نتطرق كما ذكرنا في الحلقات الماضية عن الجانب الطبي، ولا نتكلم عن الجانب العقدي الذي كان يعني ممقوتا فيه. وكان ابن سينا كان له باعا كبيرا في مجال الأمراض أيضا التناسلية. ذكرنا أنه كان عنده باع طويل في الأمور الجراحية واستئصال الأورام وأشياء كثيرة، وكذلك كان له في مجال الأمراض التناسلية، فوصف بدقة بعض أمراض النساء مثل الانسداد المهبلي والإسقاط، إسقاط الأجنة والأورام الليفية، وتحدث عن الأمراض التي يمكن أن تصيب النفساء المرأة مثل النزيف واحتباس الدم وما قد يسببه من أورام وحميات حادة. وأشار إلى أن تعفن الرحم، وهذا مرض يعني تصاب به المرأة، قد ينشأ هذا المرض من عسر الولادة أو من موت الجنين في بطن أمه، وهو ما لا يكن معروفا من قبل، وتبقى يعني هذه الأمراض سبحان الله إلى اليوم يعاني منها الأطباء ويعاني منها النساء، من موت الجنين في البطن وبقاء الغشاء وبقاء بعد استئصال هذا الجنين الميت يبقى شيء من أجزائه أو شيء من الغشاء الذي كان يحيط به، فتضرر المرأة تتسمم، شيء عجيب. فهذا كله يعني قد ذكره ابن سينا. وإلى جانب كل ما سبق، كان ابن سينا على دراية واسعة بطب الأسنان، يعني كان طبيبا شاملا عجيبا، وكان واضحا دقيقا في تحديده للغاية والهدف من مداواة نخور الأسنان، يعني حفر الأسنان، حين قال: الغرض من علاج التآكل منع الزيادة على ما تآكل. نحن نعالج هذه الحفر حتى ما تزيد، وذلك بتنقية الجوهر الفاسد منه وتحليل المادة المؤدية إلى ذلك. ونلاحظ أن المبدأ الأساسي لمداواة الأسنان هو المحافظة عليها، مو اليوم أي شيء قال شيلوه، الله مستعان، وذلك بإعداد الحفرة إعدادا فنيا ملائما مع رفع الأجزاء النخرة منها مكسورة والتعبانة، ثم يعمد إلى ملئها بالمادة الحاشية المناسبة لتعويض الضياع المادي الذي تعرضت له السن، مما يعيدها بالتالي إلى أداء وظيفتها من جديد. انظر إلى هذا الفن في علاج الأسنان، سوف نتكلم أكثر، ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل يسير فتابعونا. Ooh.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا إليكم ولازلنا نتكلم عن هذا الطبيب البارع بن سينا، وذكرنا أنه كان يعالج أيضا الأسنان ويحافظ على الأسنان من الخلع والعلاج الخلعي المباشر بعد أن يعالجها علاجا لا يحتاج إلى خلعها. ولم تكن تلك الحالات استثنائية لعبقرية الإسلام وأهله في مجال الطب، فقد حفل سجل الأمجاد الحضارية الإسلامية بالعشرات بل بالمئات من الرواد الذي تتلمذت عليهم البشرية قرون طويلة. فلو انتهينا من الكلام عن الطب، وهذا نحن فقط ذكرنا مثالا أو مثالين، وذهبنا إلى أيضا مجالات أخرى تجريبية، من ذلك علم الفيزياء، فقد كان أيضا للمسلمين دورا بارزا في هذا العلم ونفع العالم بأسره. وغير أن علماء المسلمين في الجانب الفيزيائي طوروا هذا العلم وجعلوه خاضعا لغمار علم التجربة، وخاضوا غمار علم الفيزياء ببراعة وذكاء منقطع النظير، حتى لكأنهم أنشأوا علما جديدا، وجعلوا ذلك وذلك حين جعلوا ذلك علما يستند إلى التجربة والاستقراء، عوضا عن الاعتماد على الفلسفة والتأملات والأفكار المجردة التي كانت عند اليونان وأهل اليونان. فكان من جراء ذلك أنهم استنتجوا نظريات جديدة في الفيزياء وبحوثا مبتكرة، مثل قوانين الحركة والقوانين المائية وقانون الجاذبية الأرضية، كما بحثوا في الوزن النوعي للمعادن والسوائل، واستطاعوا قياس الوزن النوعي للسوائل، والذي يعد في هذا العصر بما فيه من وسائل متطورة أمرا عسيرا وصعبا، ولكنهم هم الذين قاسوا ذلك واستفادوا وعلموا الناس. ثم سبحان الله، ما لبث العلماء المسلمون في علم الفيزياء أن طوروا نظريات وأفكار السابقين الفيزيائيين، واستطاعوا أن يخرجوها من طور النظرية المجردة إلى طور التجربة العملية، والتي هي عماد هذا العلم. هذه العلوم، الفيزياء والكيمياء، لا بد لها من تجارب واستخدامات حتى تتطور النظريات، وهذه النظريات تصدق، لأن هناك نظريات اليوم بعد سنوات يخرج علماء يقول هذه النظرية كنا نعتقد أنها صحيحة، ثم جاءت بعد التجارب اكتشفنا أنها غير صحيحة، وأن النظرية الصحيحة هذه. فكلما تطور العمل وازدادت التجارب، كلما نكتشف أخطاء في نظريات سابقة أو في مجالات سابقة، والنظريات الحديثة تخطئ النظريات القديمة. لماذا؟ لأوش أولا نعلم أنه علم بشري، ليس هو من لدن الله سبحانه وتعالى أو من لدن رسله، فإنه لا خطأ فيه ولا نقص، وحاشاه علوم الرب سبحانه وتعالى. وإنما العلوم البشرية هي التي تصدق وتكذب، تصح ولا تصح. ولذلك كان علماء المسلمين في مجال الفيزياء قد طوروا فيه وزادوا وبرعوا فيه، حتى ذكر الفيزيائيين الغربيين يعني كيف أن العلماء الفيزيائيين المسلمين ساهموا في تطور الفيزياء وفي نجاحها وفي اختراعات جديدة ونظريات جديدة طورها علماء الفيزياء المسلمين. فهذا يدلنا على براعة أهل الإسلام وتميزهم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم ويحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.